جولة سريعة بشوارع الدار البيضاء كانت كافية لرصد مخالفات بالجملة. سائقون يجتازون دون أي تردد إشارة الضوء الأحمر أو علامة قف مثلا، تصرفات تعكس غياب منطق القبول بالآخر والتعايش في المجال الطرقي. طبيعة الحال لما كانت إشارة المرور إنسان ما غيوصلش للدار ديالو، ما غيوصلش للعمل ديالو، لأن الازدحام، لأن غادي تكون واحد الفوضى في لي رون بوان. فوق السلوك خلي خصو يتغير، يعني باش نبداو نحترموا اكثر القانون السير، سيرتو انه كنشوفوا لي زاكسيدون، الحوادث السير كيتكاثروا. هاد الحوادث السير اللي رجعنا، الناس ما تراعيوش لا الاشارات ولا الستوب. الناس ديال الطوموبيلات الا نزل عليه بالمخالفه في الاول سوا ديزون 800 درهم ولا 500 درهم ولا 1000 درهم، ومره اخرى ينزل عليه ما غاديش يبقى يدير هذا الشيء. وفي دراسة كانت قد أعدتها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، أرقام صادمة تم تسجيلها لمواطنين لا يدركون أهمية علامة التشوير. عشر السائقين لا يحترمون إشارة الضوء الأحمر، وأكثر من نصفهم لا يحترمون حق الأسبقية، أما الغالبية فلا تعني لهم علامة قف أي شيء. هنالك رفض لهذا الخطر الطرقي، وان المواطنين عوض هذا عوض الاستئناس مدونه السير وقانون السير الذي يحدد معالم الخطوره، يفضلون ان يحددوا بانفسهم هذه المعايير هذه ديال الخطوره. مجمل هذا المشاكل السلوكيه هي التي تجعل على مستوى تشخيص سياده العنصر البشري كعنصر مسؤول في حوادث السير التي يتم تسجيلها. اللبيب يفهم بالإشارة، وعلامات المرور لم توضع عبثا بل لتنظيم حركة المرور وتفادي حوادث سير قد تكون كلفتها غالية.